في حكاية الليلة غادي تأكدوا أكثر باللي أنه دور الأب في حياة الأنثى شي حاجة اللي هي عظيمة، يا إما يهزها يا إما يطيحها. توبة صاحبة حكايتنا الليلة غادي تعود لنا على الماضي الأسود ديالها اللي مازالت يلحقها ليومنا هذا، ورغم أنه النهاية ديال حكايتها فيها أمل، وهذا شي كله بسبب قساوة الأب ديالها. فما تمشوا فين أسمعوا الحكاية الليلة باش تكون عبرة للجميع. سلام سلام ومرحبا بكم في حكاية جديدة على قناة المؤنسة ديالكم أينما كنتم. سلامي ليك الناس ديال الجزائر وسويسرا والصين ألمانيا وبلجيكا وصربيا، راني ما نسيتكمش أكيد. تحية لكم وتحية حتى لكل من يتابعني من راشدية ووزن وسيدي قاسم وقناطرة والعيون وطنطن وأزلال وبركان وصفرو وتازة وخريكة. دابا كنوا لي غير على راحتكم، وليكن في علمكم بلي أنا وكاع التعاليق اللي كتخليو ليا راني كنقراها. والدليل على هذا في الحلقه ديال البارح منكم بزاف اللي دار واحد الملاحظه على المظهر ديالي او على الفولار ديالي. كرت بزاف واش نجاوب ولا ما نجاوبش، وفي الاخير وانا نقول جاوبي ما دمتي عائله معهم جاوبي. عطوني واحد دقيقه من وقتكم، ما تدوزوش هذه المرحله مادام كانوا شي ملاحظات بواحد الطريقه اللي هي زوينه ومحبوبه. انا ما عنديش مشكل وكنتقبلهم حيت في الاخير انا من يخصني الامر. فشكرا لاي واحد تكلم بادب، غير هو كيف تجرأ البعض منكم ولاحظ هذه النقطه حتى انا اسمحوا لي نجاوبكم بالطريقه ديالي ومن باب المحبه، وربي عالم انها خارجه من القلب. غادي يكون احسن لو اننا ما نتدخلوش في المظاهر ديال الناس عموما. تيقوني الا قلت لكم والله ما كنتكلم عليا، لانه انا عندي قناعات ومجموعه ديال النقط ما بيني وبين راسي اللي ما كنتاثرش بها شي بتاتا، ولاني هذه النقطه بالذات فتحت لي هذا الباب مادام البرنامج هو ديال النصائح. قلت اجي نستغل الفرصه ونقول واحد الكلام خاص لكل من يتجرأ في هذه الاسئله من باب المحبه، لانني كنلاحظ حتى في حياتي عموما ماشي عليا ولكن على ناس وحد اخرين. خاصنا نتعلموا واحد النقطه نمشوا بها كمنهج في حياتنا، مادام هاد الناس ما اذوناش بداك الشيء اللي هما دايرينه في فريوسهم ما نتدخلوش فيه وما نعطيوش الراي ديالنا، خصوصا اذا هو ما طلبوش. حيت هاد النقطه باش نكون معكم صريحه كتجيني بحال ديك شحال كتخلصي في الشهر، ولا علاش مازال ما درتيش الوليدات، ولا مالك مازال ما تزوجتيش الى ما اخره. راه نعيب نحكموا على البواطن ديال الناس من خلال الظواهر ديالهم، راه عيب وكفر كبير مع ربي اننا نكفروا ناس ونخرجهم على الدين بسبب الظواهر ديالهم. هذا راه حق رباني فقط، حتى شي حد ما عنده الحق انه يتدخل في هاد النقاط. فيا ريت نعلموا هاد الامور حتى لوليداتنا ونربيهم على هاد المناهج، وتيقوني لانه تربيتهم غادي تكون اروع. والله يهدينا جميعا، راه حنا غير مستورين في هذه الدنيا، لو كان ربي يكشف الستار نتاع كل واحد فينا راه شي ما يحمل شي. الحمد لله انه لنا رب رحيم ويعلم ما في القلوب، فاللي دار شي راه داروا لراسو مع ربي. فاسمحوا لي وما تقلقوش مني، ولكن والله العظيم الا هذا غير رايي الشخصي، وربما ماشي كلشي غادي يكون متفق معاه، ولكن قلت نقولوا كيف ما قلتوا لي انتم الراي ديالكم. طولت عليكم، خليني نقول لكم هو الاول ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود، ويلا لنبدا. انا توبه غادي نبدا لكم قصتي من والديا اللي تيبدا معاهم كل شيء باش تعيشوا معايا تفاصيل الحكايه ديالي. انا الوالد ديالي ما تباه وهو صغير، عنده تقريبا شي 4 سنين، امه خلاتو عند عمامه وهي مشات لبلادها حيت هي ما كانتش من بلادو، وتزوجات راجل واحد اخر. غادي يربي عمه وكرفسو ومحنو، وكان كيدير الفرزيات ما بينه وما بين ولادو الاخرين، وما خلا فين خدمو في العطال، وكان كيعطيه للناس انهم يسرحوا به البهايم بالفلوس. وعمو اللي كان انا داك تيشد دوك الفلوس ما خلا ما دوز عليه. غادي يوصل للسادس وغادي ينجح هو وزوج من ولاد عمو، واحد فيهم غادي يسقط، وهنا عم بابا غادي يخرجو حيت ولدو الاخر زعما ما نجحش وقال ليه سير تسرح حيتاش ما غاديش تلاق لك القرايه. خرجوا من القرايه وخلاه العباد الله كيخرج كيسرح ليهم البهايم، وكيموت بالجوع وبالبرد، حتى لواحد النهار غادي يهرب لعند عمته وحده اخرى اللي غادي يلقى فيها واحد شويه ديال المحنه، وتهلات فيه وقال ليها وصلني عند جده امي نمو، وداتو تما. وفي هذه الفتره مو كانت مازال باقا مزوجه ونكرههم لا هو ولا خوتو، اختو وخو الاخرين كل واحد وفي كان مشتت عند عمامه. غادي يمشي عند جداه وبقى تما خدام، واخا كان مازال باقي صغير وكان طايش وقبيح، فبقى هكاك حتى كبر. امه ما بقاتش متفقه مع راجلها وتلقات وجات لعند امها. المهم لما كبر ولا عسكري هو وخوه، حتى لواحد النهار مشى للمدينه عند واحد بنت عمه، وتما فين غادي يشوف جارت بنت عمه اللي هي خالتي انا حاليا، وكانت مربيه امي معاها. شافها عندها وعجباته وهو يخطبها من عندهم وتزوج بها وجابها لبلادو جلسها مع امه، حيت انا داك ماتت جداه وبقات غير امه وهو. غادي يجيبها لعند امه اللي كانت قاسحه بزاف وبمعنى الكلمه،
هو كان غير القصائر والزهون نشاط والعيالات، مرة حاضر مرة لا. كان كيجي من العسكر كيجيب معاه شي شهر 15 يوم كيجلسها في الدار، و15 الاخرى ما تعرفوش فين مشى وما كيبغيش كيصرف. وكانت مو كدبز معاه، هو كينوض كيضرب ماما، وماما كتمشي كتغضب في دارهم. انا داك دوزات معاه عام وحملات، وولدات اختي الكبيرة هي اللي شافت معاهم العذاب. نفس الحالة ديال الخصائر وديال الشرابات، ديما هزها وغضبانة وكتمشي وكيمشي وكيردوها، حتى دازت تقريبا واحد 5 سنين ومن مور اختي غادي تولد خويا، ونفس الحال غير هو شنو غادي يتزاد. لما ماما كانت كتنوض كتضرب خوتي، كتنوض ليها جدة كتضربها لدرجة انها كتهز العصا ديال الكراطة وكتضرب ليها في ظهرها. فبقات على ديك الحال غضبانة وراجعة، ودازت 5 سنين وحدة اخرى وحملت بيا انا. وهنا بزاف ديال الاحداث غادي يطراو، منهم انه الام ديالي فاش كانت حامله بيا ضرها المصران ولا شي حاجه بحال هكا، وعطاها الطبيب شي براوات انها تشربهم، فاش شربتهم تنفخت ليها في كرشها، وفاش جات تولد عطيت انا برجلين، وفاش جات الطبيب يخرجني غادي يجيها الفتق. كيقولوا بلي انه من نهار جيت جاو معايا المشاكل، تولدت ومن بعد ما درت 8 شهور جاني شي مرض في فمي اللي بسببه ما بقيتش كنقدر ناكل، وهي تفطمني ماما وانا ما قبلتش انا داك. وهنا غادي نتصاب بما يسمى عندنا باللغه العاميه ديالنا في المغرب الجعره، يعني تنبقى كنبدا كنبكي حتى كتخرج ليا الكشكوشه من فمي وكنسخف، وكيضطروا باش انهم يدوني للسبيطار. كانت كتجيني هاد الهستيريا ديال البكا، وبقيت بداك الشيء لمده طويله ما خلات فين داتني الام ديالي، حتى لواحد النهار قالوا لي هاد عند واحد الوالي معروف، هي دارت السبب وربي جاب الشفاء. الناس اللي كيداويو تما شرطوا عليها انه ما نبقاش نلبس حوايج الناس والناس ما يلبسوش حوايجي. فهاد الوقت نيت عمي غادي يشدوا البوليزاريو، حيتاش كان خدام انا داك في العسكر. جدت فقصات على ولدها ومرضت بالسرطان، اللي غادي يقولوا ليها بلي انه خاصك ضروري تحيدي الثدي ديالك، ما بغاتش حتى انتشر لها في الدات ديالها. بابا فاش شاف بلي انا وخوه شدوا البوليزاريو غادي يهرب من العسكر وتضرب، وجاتو واحد القرطاسه في رجليه وغادي نعسمو دار السبيطار. ولما خرج حط الاستقاله ديالو وتعقد من الميدان ديال العسكر، جاتو عقده لما شدوا ليه خوه. من بعد جده بقات مكرفصه وما عقلوش عليها بنسى انا ذاك، كيجيو غير كيطلعوا عليها بالنهار وكيمشيو. امي هي اللي غادي تهزها وتقاتل معاها. انا فاش درت عامين غادي تموت جداتي، وعاد استوعب الاب ديالي المسؤوليه اللي هو في وسط منها غادي يوقف على رجليه، لانه هي اللي كانت هز عليه بزاف ديال المسؤوليات وعطيه راس المال باش انه يدير شي مشروع، وكل مره كانت ياكلو وكيرجع ليها خاوي وكتعاود تسلف مسكينه وتعطيه، وهو كان كيضيعهم غير في الزناقي. غادي يوقف على رجليه وغادي يتوقد شويه وناض، دار مشاريع اللي كانوا على قد الحال، ولاني العاده هي العاده، الشرابات والسكرة ويعاير ماما. وبقات بحال هكاك الحياه حتى بديت كنعقل على راسي، ودرت 6 سنين ودخلت المدرسه، وغادي تزاد اختي اللي من مورايا. وهنا كرهت الاب ديالي. لما وصلت للرابع بديت كنلاحظ بلي انا الاب ديالي شنو تيدير علينا متكرفيس، وانا المصروف ديالو كان حار، ما تيطلقو حتى كيغدد ماما وكيعصبها وكيفقصها ويخليها ويقول ما عنديش. وحنا تنشوفوا بلي انه المشروع ديالو مشي ليه مزيان، وهو ديما ما عندوش وكيتشكى من الكريديات، وهو اللي دخلها كيمشي كيديها على لالا ومالي وتقرقي بسطالي، ديما دوك المعاناه. وما كانش حنين بتاتا، خصوصا انا كنت قبيحه زعيمه مع كنت مريضه، كنت ديما العصا لدرجه وانا صغيره فاش كانت كتجيني ديك الهستيريا ديال البكا كنشد العصا وعلى والو، وانا صغيره ما كانش خصني ولا ما عنديش الحق انني نبكي. تعقدت من با لواحد الدرجه كبيره، كنت كنتمنى انه طرا ليه شي حادثه ويموت ونتهناو منه، كرهته وفكرت في الانتقام مره ما زوج. الانتقام الاول كانت عند با واحد السريرار ديال الفلوس تيخزن فيها الصرف للسوق، كنت كنهز ليه دوك الفلوس وكنسرقهم ليه، كنت كنهز ب5 دراهم 10 دراهم ماشي بزاف، ولكن المهم فاش كنت كندير هادشي كنت كنبرد. واللي خلاني ندير هاد القضيه ديال السرقه حيتاش ما كانش كيبغي يعطيني، وما عنديش الحق اصلا نطلب الفلوس، خاصني غير ناكل ونقرا، وحتى الحوايج من العيد للعيد وماشي ديما. الوالده ديالي اللي كانت كتسلف وكتكلف باش انا تكسينا ونكونوا حتى حنا بحال صحاباتنا، كنت كنخاف وتنكذب في ابسط حاجه على دارنا، وديما كنكذب على صحاباتي، وداكشي كان معقدني وتاثرت به بزاف. بقيت بحال هكاك ديما كنهز ليه، وفاش كيجي كيحسب دوك الفلوس وكيبقى كينوض كيضربني، ومره يضرب اختي ومره يعاير ماما، وديما المشاكل
حتى وصلت للسادس ونجحت وطلعت للإعدادي. استمريت في هذاك الانتقام ديالي، وزائد على هذا كان كيخدمني معاه، خاصني نهز معاه ونبني معاه القيطون ديال السوق. الحوايج اللي تيديروا الدراري خاصني انا اللي نديرهم، لان خويا وصل لواحد المرحله اللي دبرت ليه ماما على خدمه وهرباتو، لانه با كان كيتكرفس عليه وتهمو بالشفره معاه هو اصلا في ديك الفوبيا ديال هذا الامر. داكشي باش انا خديته من هاد النقطه الضعف ديالو وبديت كنتقم منه. انا عند بالي بلي انني كنتقم منه، ولكن الساعه كنت كنتقم غير من راسي وصف. وصلت للسابعه الثامنه ونفس الحاله، واذا كان هو في الدار بحال عندنا صعصع، وانا كنت من داك النوع اللي كان تيرد الهضره، وانا كنكبر ومازال كناكل العصا على اسباب اللي هي التافهه، وهو عند باله بلي انا وكيربيني. غادي نقز لكم المراحل وغادي نمشي معكم لما وصلت للتاسع. وحتى لهاد الوقت عمرني ما درت شي علاقه ولا فكرت فيها، لانه با كرهني في الرجال، وكلشي راه داير بحال بابا وكيبغي كيستغلني، وكلشي راه تيخون مراته. فهاد المرحله عاد جاني انني نلبس ونتهلا في راسي، وهنا عاد فين غادي تبدا حكايتي. غادي يبغي واحد الدري انه يتعرف عليا عن طريق صاحبتي، وانا نسيت ما قلت لكم بلي انه الصحابات عندي مقدسات، وعندي شي حاجه اللي كنت دايرها في واحد البلاصه وهلي من اش من مكانه، كنت نيه وبهله واخا كنت قبيحه، ما كنتش عارفه بلي انه كاينين بنات استغلاليات. غادي تقرب من صاحبتي باش انه يتعرف عليا، وهي بقات كتوسوس ليا لا راه زوين وراجل، وبقات عليا بداك التخربيق ديالها. المهم دازت المده ووافقت انني ندوي معاه، لكن كانت غير هضره عاديه، كان هو بعيد وانا بعيده، تندويو غير ديك 5 ديال الدقائق اللي كتكون في الاستراحه، وانا ذاك ما كانش عندي تليفون. هو ما عجبوش داك الشيء، كان باغي نخرج معاه ونتلاقاو ويحبس معايا، وحتى انا ما كانش على بالي اصلا ما تسوقش. طلعت للسانكيام، وانا في هذه المرحله ديال السانكيام ما بغاوش يديروا لي التليفون دارنا، وانا لقى واحد التليفون ب 400 درهم. اضطريت انني نمشي نسرق هذا المبلغ لبا، ومشيت شريت داك التليفون بالتخبيه. فاش جا هو كيحسب وما لقاش هذا المبلغ ديالو، ما غاديش يشك فيا ولو ضاره، غادي يشك في ماما وغادي ينوض يبغي ياكلها، وما غاديش نخليه. اختي اللي مزوجه كانت قريبه من حدانا، هو ناض جاب واحد لوتد ديال الحديد على اساس انه بغى يقتل به ماما، هي هربات عند اختي اللي حدانا. ما تصوروش كيفاش كانت حالتي انا ذاك، عشت شهر في الجحيم غير تنبكي، لدرجه انه اختي غادي تصوني على خويا وجا وغرم لي ديك الفلوس، وانا ما قدرتش نعترف، خفت لا يقتلني ولا يدير لي شي حاجه. وفي نفس الوقت بقات فيا ماما وندمت، وبقيت غير تنبكي غادي نحماق، لدرجه انه ماما كانت كتقول لي علاش كتبكي انت مالك، تنقول لها لا غير بقيتي فيا علاش يدير لك بحال هكا. هما اصلا ما تيقوش، ولاو يقولوا عليه بلي انه غير مريض بالوسواس ديال انه تسرق ليه. لما غرمها لي خويا عاد باش سكت وتهدن، انا غادي يجيني تأني بالضمير، وما قديتش نبوح، غير انا تنفكر شنو درت، وكنبقى كنبكي حتى كنبغي نتسطى. هما ولاو يقولوا ليه راك وليتي حمق بسبب الفلوس، وفعلا واخا ما كانش كيتهز ليه شي حاجه كان كيقول بلي انني تشفرت. ديما هاد الجمله نتاع تشفرت سرقتوني، وكاينو ضيغوت ويشوهنا مع الجيران ويخرج الحلوق ديالو، ولا موسوس بهاد النقطه. المهم نرجعوا لصاحبتي اللي غادي تعرف واحد الشخص واحد اخر عن طريقها هي. صراحه عمر شي حد ما تحرش بيا ولا تبعني بغيت نمرتك ولا هادشي، كامل كان فقط عن طريق الصحابات. هذاك الخليل الجديد ديالي كان مع شي وحده وقع معاها في الغلط، وانا ما في خباريش، اما صاحبتي كان في خبرها كلشي، هي اللي نسقات ليا معاه، حتى وليت كنخرج معاه وغادي نطيح في الغرام ديالو كيف تيقولوا. وكنت كنعيش معاه الحياه الورديه ودوك الاحلام ديال المراهقه، وفي الاخير غادي نكتشف كل شيء. بقى عليا لا تنبغيك وانت ماشي هي هادوك، خليته وتعذبت بزاف وما نسيتوش بسهوله، مشاو دارهم خطبوها ليه باش انه ما يطيحوش في المشكل ويمشي يدخل الحبس، نسيته وطلعت الباك. وفي هذه المرحله عاد انا شدتني المراهقه وما بغيتش نقرا، وبغيت نتفلى ونخرج، وكنمشي مع الدراري والبنات وكنتجمعوا كنضحكوا وما على باليش. غادي نتعرف على واحد الصديق ديالي ما كانش باغي يقرا وجرني معاه، بطبيعة الحال كنت كيف البهلة، اللي كان يقول لي شي حاجة أنا كنت كنتبعو سمعا وطاعة، ما كناش كندخلو هاد الحصة ما مشوش ليها جي نغيبو هادي، وبقيت بحال هكاك حتى سقطت في الباك، وما تقبلش أنني نعاود ديك السنة، ودفعت في واحد المدرسة اللي بعيدة عليا بنيفو باك، ومشيت لديك المدينة، وتما غادي تبدا حكايتي من نوع آخر. غادي نمشي لديك المدينة وأنا عندي 18 عام، وبعدت على دارنا مشيت للداخلية ديالها. ديك المدرسة شنو غادي نقول لكم، الفساد بعينيه، كانت فيها الداخلية ديال البنات اللي فيها مديرة، والداخلية ديال الدراري فيها مدير، كانت الدعوة مزيرة
ولكن كانت القضية نتاع الجمعة والسبت والحد. إذا بغيتي تخرجي خاصك هو الأول تاخدي الإذن، وليني ما كيتشاوريش مع دارك حيتاش أنت اللي كتاخدي هذا القرار. داكشي باش كان الفساد. وتعرفت على شي بنات تما اللي غادي يخرجوا لي النيت على حياتي. أنا في دوك المراحل اللي دوزت في حياتي كان كيجيني تأنيب الضمير خطير من جهة الأب ديالي، وإنما كنت نية وهبيلة. تعرفت على بزاف ديال البنات، هادي كتكمي هادي كتسكر، وكل وحده شنو كدير. الحمد لله انا ربي نجاني من هاد الطريق اني نمشي نهز شي بليا. كنت انا هي الصغيره فيهم 18 عام، انا هي الصغيره، والكبيره فيهم فوق 23 عام. ما خلاو ما داروا، عاد جاو هما لديك المدرسه. انا من ثانويه مباشره جيت لديك المدرسه نيشان ما كنت عارفه حتى شي حاجه. تعرفت على بنات اللي باغيين الرجال وغير كيسمصروا فيهم وكيلبسوا اخر ما كاين، والتليفونات كيف دايرين والفلوس داخلين وخارجين. وما عندنا حنا تما الماكله في الانترنا اللي كانت عيانه، وكنا كنتعشاو مع 6 ويامات البرد كيكون الليل وطويل كنلقاهم ها البيتزات ها السخاطات وداكشي غير من دوك الرجال اللي كانوا كيسمصروا فيهم. انا تما تعرفت على واحد السيد اللي في الاول طمعت لانه لاباس عليه هو ودارهم، واخا ما كانش يزين لكن طمعت وندمت على ديك الخطوه لانه غادي يدوس عليا العذاب الالي من بعدها. بديت كنخرج معاه للقهاوي حدا الانترنا، ونسيت ما قلت لكمش بلي انه في هاد الانترنا راه كنا كنقراو فيها غير مده عامين، العام الاول والعام الثاني. صحاب العام الثاني كانوا ديما تيحكموا على صحاب العام الاول، فيها السيستم ديال العسكر. تنوضوا الصباح مع 5 وكنسيقوا الانترنا من الفوق لتحت، وكنمشيو نديروا الفطور، ومره في الاسبوع كنديروا الميناج اللي كان عميق، اننا نحكوا الحيوطه ونوجدوا الماكله الى ما اخره. كنا كنطيبوا ريوسنا ونديروا كل شيء ريوسنا، واكيد كان عندنا الشيف ديالنا اللي كان واقف علينا. اذا شي حد من الدوزيام اني تيحكر على البريمير اني تيكون مشى فيها. وبطبيعه الحال انا كنت من المحقورين لانه كيف تيقولوا ظهري كان مالح، ديما كانوا كيديروا لي العقوبه انا اللي نحك المراحيض اعزكم الله ونسرحهم. فاش صاحبت مع هذا زدت او لا كنت وليت محقوره، ولاو يعايروني به. في الاول ما كانش بيناتنا شي حاجه عميقه حتى تعلقت به وبغيته لدرجه كبيره. وفي هذه المرحله تعرفت على واحد البنت اللي كانت مبينه لي البراءه وانها مثال وكتخاف عليا، مع كنت انا هي الصغيره تما بهله واللي جا كيديرها بها. فما خلاو ما داروا ليا سرقوني، وديك البنت زعما كتحميني وكانت عزيزه عليا بحال روحي. كنا اكثر من الخواتات ما كنتفرقوش، هي اللي غادي توسوس ليا في دماغي وخرجتني على الطريق وبقات عليا اش بغيتي هذاك راه غير مزلوط، واذا تعرفتي على هذا وتقهوتي مع هذا غيعطيك 200-300 درهم يلا نتعرفوا على هاد خينا. واحد النهار درت ليها خاطرها وتلاقيت بواحد من هذوك اللي كتعرف غادي يعطيني 200 درهم. عجبني الحال فاش شفت الفلوس. من بعد هو غادي يطلب مني انه نخرج معاه وشي تفاصيل واحد اخرين انهم يديروا معايا. مشيت قلتها ليها وقالت لي راه عادي وما عند ما يوقع لك صاحبتي، ويلي غير زعمي ونقول لك راه المخيره في البنات كدير هذا الشيء باش يلبسوا وتيفعلوا غير ديري والوسواس الخناس. ما بغيتش لانه بالنسبه ليا شرفي خط احمر، لكن دارت لي الغسيل ديال الدماغ حتى وصلت للمبتغى ديالها. فبقيت كل نهار كنتعرف على واحد وكيدور معايا هذا وهذا، ووسط هادشي كنت محتفظه على الشرف ديالي لانه كنت خوافه. واحد النهار تنعقل درت له طوستوب لانه ديك المدرسه كانت بعيده شويه على المدينه، فهزني واحد في طوموبيلته. تنشوف بلي انه خصو يديني للمدينه، وليني عوجت الطريق وغادي يديني لواحد الخلا. داخليا كنت كنترعد بالخلعه وتنقول ليه فين غادي، ايوا راه خصنا نمشيو شي بلاصه ترونكين تعرفوا على بعضياتنا وتعطيني مرتك، ولا راه الناس راه كيتعرفوا في القهوه ماشي في الخلا. بقيت نسيس معاه حتى لقيت راسي في الخلا، وبقيت نقول ليه حبس طوموبيلتك راني بغيت ننزل. تيقول لي لا واش بغيتي شي حد يتكرفص عليك، غادي تنزلني ولا غادي طرا شي كارثه. شوف جدك انت يا ما ديري، غادي نشوف راسي بلي انني غندخل في الفضيحه، وانا نقول اللهم الموت ولا يوصل هذا الشيء اللي في بالو. شديت الفولون ديال الطوموبيل ودورته، وعلى شويه كان غادي تقلب بينا ديك الطوموبيل وخرجنا على الطريق. وبقى لي واش انت حمقه مصطيه باغا تقتلينا، انت السبب. قلت لك ما بغيتش، هي ما بغيتش، ماشي تبزز عليا شي حاجه، والزمان حنا اللي عايشين فيه دابا ماشي ديال بزز، انا راني ما بغيتش وصافي. كنفضل نموت وما نوصلش للهدف ديالك. هبطت من الطوموبيل وبقيت غاده، وكنت في الخلا وكنت مازال باقا بعيد على المدينه. وانا ذاك كنت مبينه لذاك خينا الزعامه تيقول لي طلعي غادي تكرفس عليك شي حد هنا. لا لا بعد مني كسيره، مشاو خلاني بوحدي. بقيت تما كنشهد وكنقرا في القران، قلت ما غاديش نخرج حيه من هذا الخلا والا غادي تطرشي فضيحه، شويه غادي يرجع ليا. وقال لي يلا نوصلك للمدينه، وديك الساعه شغلك هذاك. قلت
طلعت معاه ووصلني. قال لي اسمعي يا فلانه، انا راني غير تنجربك حيت عارف البنات نتاع ديك المدرسه كيفاش دايرين ومعروفين بالفساد، وانا غلطت في حقك سمحي لي دابا. بدا كيترجاني انني نسمح ليه، وفي الاخير تبادلنا النوامر ومشيت وخليته. المهم بقيت هكاك لدرجه درت شي حوايج ما اثروش على العذريه ديالي ولاني اثروا على النفسيه ديالي، وما كانش كيعجبني الحال، وكندعي الله وكان بيكون نقول يا ربي راني ما بغيتش هاد الطريق، ولاني راه والدي ما مسوقينش وما كانوش كيصيفطوا ليا باش نعيش، كانوا يصيفطوا ليا فلوس النقل فقط. اذا مثلا عندي 100 درهم كتديني لديك المدينه هي اللي كيعطوها ليا، وكنتكلف براسي اذا خصتني شي حاجه ولا ناكل ناكل على حسابهم تما، وانا بديك الطريقه الفاسده هي باش كنت كنصرف على راسي. كنبكيو كندعي الله يا ربي راني ما بغيتش هاد الطريق، يا ربي ما تسهلش ليا فيها ودير ليا شي تهويل ديال الخير خرجني منها. ومع ذلك كنت مع نفس الدري اللي كنت كنبغيه، وكان ديك صاحبتي كتقول لي تفرقي معاه حيتاش كانت كتشوفني تعرقلت معاها، لانه ما كنتش كنمشي لداكشي اللي هي بغات. تنقول لها بعض المرات غير سيري انا راني ما نقدرش، غدا بيعيق بيا فلان، وهي انا ذاك كانت كتبقى كتخسر لي الصوره ديالو، راه داير وراه فاعل. هو كان تيبغيني ديال بصح، ولاني واحد النهار مشى للحمام وقال لي راني غير غادي نخرج منه غادي نمشيو نتغداو انا وياك. قلت لي صافي واخا انا غادي نمشي نقاد شعري. فهاد اللحظه صنع عليا واحد السيد طلب مني انني نتلاقى به، وقال لي اجي ندور معاك راني جبت لك واحد الهديه. مشيت عند داك السيد وطفيت التليفون ديالي على الخليل ديالي وخليته هو كيصوني حتى عيا، وما خلى ما دار وهو راجع للمدرسه. انا داك السيد ما غادي يوصلني بالطوموبيل ديالو وما غادي يحطني غير حدا رجليه. تلقات عيني بعينيه، ما لقيت ما نقول، هربت ومشيت كنجري وخليته. اكيد داز مشكل كبير، مور داك الشيء تصالحنا ولاني عمرو ما رجع كيف ما كان. وتما العام ديالو كان غادي يسالى لانه كان في عامو الثاني وانا كنت في عامي الاول. عمرو رجع كيف ما كان، وهنا استوعبت بلي انني ما نقدرش نعيش بلا به، ما نقدرش نعيش بلا هذا الشخص، وبلي انني غلطت بزاف حقه وخاصني نصلح الغلط ديالي. ولكن هيهات ديك الساع كيف تيقولوا فات الاوان، وفقد الثقة ديالو فيا ودار البلان ديالو في راسو اللي من بعد غادي نتصدم به. المهم هو غادي يدوز الامتحان ديالو قبل مني ومشى لبلادو، وقال لي انا غادي نسبقك حيتاش البلاد اللي كان هو فيها تيسكن فاش يكون غادي بيا الكار في الطريق كندوز عليها. قال لي فاش تكملي الامتحان ديالك اجي دوزي معايا واحد يومين وسيري في حالك. هو كان معرفني على دارهم من قبل بلي انه باغيني المعقول، امه كانت فرحانه بيا ودخلني لدارهم وكليت معاهم وشربت معاهم غير واحد العشيه. المهم انا فاش دوزت الامتحان ديالي مشيت لعنده وبقيت معاه واحد يومين، وبين لي الحب والعالم الابيض، وانا غادي نكمل معاك وعمرني ما غادي نخليك وغادي نبقى نجي لعندك وغادي نكملو وغادي نتزوجو. كان كيكذب عليا، وهو كان داير غير البلان ديالو انه ينتقم مني لدرجه انه ما سخيتش نمشي من عنده ومشيت بالدموع. جات العطلة ديال الصيف، تقلب عليا السيد طفى عليا التليفون وقال لي سالينا وانا ما بقيتش نعرفك، وانتي فاش درتي لي داكشي من داك النهار من تما مشى الحب، وغير ما قدرتش نقولها لك ونواجهك بها، فاضطريت انني نخليك حتى نبعدو ونقول لك هذا الكلام. ايوا ما تصوروش العذاب اللي داز عليا بالصدمه، كنبكي بالليل وبالنهار كنت غادي نحماق لدرجه انني كنت كنترجع. ما كنظنش بلي انه هذاك انا ذاك كان حب، كانت شي حاجه اللي هي غير طبيعيه من مور داكشي. من بعد غادي نقولها لكم حيتاش كنت نوض بالليل وكنبكي وكننعس بالبكا ونفيق به، وكنصون عليه وكنلقاه مبلوكيني وكندير نمره وحده اخرى وكيعاود يبلوكيني ويقول لي عطيني اتساع، وانا تابعاه بغيت غير نتسطى. وزاد تكملات عليا فاش سمعت بلي انني سقطت في داك العام الاول حيتاش ما كنتش نقرا والو، كنت عاطيه غير الدوران والخريج والزناقي، والبنت صاحبتي اللي جراتني لهذا الشيء كامل تخيلوا نجحات وخلاتني، هي نجحات وانا بقيت. غادي يدوز عليا اصعب صيف في حياتي الجحيم، كنت عايشه غير بالبكا، شوي غادي يخرج لي عقلي، كنت غادي نحماق، والمشكله انه ما لقيتش من نعاود همي. كتسولني ماما مالك، تنقول لها لا راه والو، هو تيصيفط لي التصاور ويقول لي شوفي انا معامن عطيني اتساع. وليت كنوض في نصاصات نتاع الليل وكندير القيام ديال الليل وكنقول يا ربي يا ربي ردوا لي، وما كنتش عارفه بلي انه الخير ما كانش فيه تعلقت به. بديت كنصلي ونقول يا ربي نسيتيني فيه، الا ما كانش فيه يا ربي نسيتيني فيه، الا ما كانش فيه خير ليا راني يا ربي ما قادرش ننساه. ديك صاحبتي دخلتني العالم الشعوذه، قالت لي يلا ديري ليه اذا كنتي تبغيه وباغا ترجعيه. فمشيت عند ديك الشوافه وعاودت لها كل شيء، وهي تقول لي اسمعي نقول لك يا بنتي اصلا هاد السيد السيده اللي هو مربي معاها من عائلته راه شوافه، وراه ما غاديش تخلي شي حاجه انها تدوز ليه من السحر حيت دايره شي حاجه اللي قويه وغادي غير تخسري فلوسك فسيري في حالك.
فاش سمعت داكشي عرفت بلي انا وداكشي اللي كان بيا ماشي حب ولا اني شي حاجه اللي دارت لي حتى انا، لانه بيني وبين الحماق كانت اقل من خطوه. انا ما دايراش بحال هكا وعارفه الطبيعه ديالي انني ما يمكنش نتعلق بشي حد بهذه الطريقه. المهم كنت كنحاول نقنع دارنا اني ما نرجعش لديك المدرسه وما قلتش لهم بلي انني سقطت حيت خفت لي ينبوني ويعايروني. ما خلاونيش نجلس ورجعت وعاودت العام الثاني، دخلت ليها من جديد واي بلاصه كنت كنشوف فيها تنبكي لي انا وكنت كنتفكروا لواحد الدرجه اللي هي كبيره. دخلت وبديت كنتعايش مع داك الالم ومع داك العام وما تصوروش المصائب اللي كانوا كيطراو ليا انا ذاك. اي حاجه بسيطه كتوقع ليا كتلصق فيا انا وديما المشاكل. بحال مثلا واحد النهار كنا كنتسناو الغداء في واحد الطبله اللي كانت طويله اللي فيها اكثر من 30 واحد اللي ناضوا فيها الدراري كيضربوا بالمعالق على الطبله، وحتى انا كنت معاهم زعما احتجاجا علاش عطلوا علينا الغداء. غادي يجي النائب ديال المدير اللي كلشي فاش شافو غادي يحبس، ووسط ديك الطبله كامله ما غادي يجي عندي غير انا وغادي يقول لي تبعيني للاداره. فاش مشيت قال لي انت اللي حجبتيهم باش انهم داروا هكاك. ايه لهاد الدرجه كانوا تابعيني المشاكل. شويه من بزاف صراحه. واحد النهار نيت كنت نقرا وما جبتش الكتاب لانه ما كانش عندي، كنت كنشدو غير من عند واحد البنت، فغادي تخرج لي الاستاذه وقالت لي سيري حتى تجيبي الكتاب، وانا خارجه قالت لي سديه. على نيتي قلت لها شنو هو واش الباب، حيت ما فهمتش بدات تغوت علاش ترد عليا الهضره. دارت لي تقرير ومشيت للاداره. ديما عندي مشاكل في كل شيء واي حاجه دارت كتسبى فيا انا، لدرجه واحد الحارس العام واحد النهار قال لي ما فهمتش انا شنو هادشي اللي تيطرى معاك توبه، واش انت لهاد الدرجه منحوسه؟ غادي نقلب لي الهضره. وبديت كنضحك معاه لانه فعلا بقيت راسي منحوسه ديما تابعيني المشاكل. المهم تعرفت على دراري واحد اخرين ورجعت نفس السيستم. والبنت صاحبتي فاش مشات للدوزيام اني لقيتها تبدلات وطلعت النيفو وغادي تكون علاقات مع البوليس تاع ديك المنطقه، وغتولي كتجلس معاهم بالشهوره وكيصرفوا عليها، وانا غادي نمشي لدارنا باش انني نرتاح. حتى لواحد النهار غادي يصون عليا واحد الدري اللي تنعرفو من الباك اللي كان صديق ليا وخدم في واحد الشركه، غادي يسولني فين كتوكبه. قلت ليه في دارنا. وانت؟ قال لي راني حداك غدا نتلاقى به. وقلت ليه عافاك اذا كنت عزيزه عندك خرجني غدا، راني تخنقت في دارنا وكنت مريضه ودازت عليا محنه. اتفقنا انا وياه وخرجنا وتنفس وفوش، وغادي يقول لي واش انتي توبه مستعده باش انك تشدي معايا الطريق ونساو كل شيء الماضي. انا هذاك مازال ما نسيتش الاخر وباقا مازال كنبكي عليه وكنصوني عليه وهو تيبلوكيني وكيسمعني الهضره. قلت ليه ما رانيش مستعده فلان. قال لي واش شنو سيري فكري مع راسك وانا غادي نقلب على كل شيء ونبداو من الزيرو انا وياك، غير هو اذا قبلتي على كل شيء خاصك توفري لي الحوايج اللي كنت كنلقاهم مع البنات الاخرين. مشيت في حالي وبقيت كنفكر وقلت له الحل الوحيد باش انني ننسى هذاك اللي حمقني غادي نوافق على هذه العلاقه. خدا نمرتي هرسها وحتى انا خديت نمرتو وهرستها وبدينا من الزيرو. في الاول كان تيقول لي راني تنبغيك وانا ما كنتش كنقدر نبغي لانه عقلي مازال باقي مع الاخر باقي مع الباضي. حتى وليت كنتعلق به بشويه بشويه. سولني واش عمر كانت عندك شي علاقه جنسيه مع شي شخص من قبل مني؟ الله يسمح لي حلفت ليه ونكرت لانه خفت نقول ليه الصراحه وخصوصا انه ناوي معايا المعقول ويزيد وخليني. بقينا بحال هكا حتى لواحد النهار عيط لي وقال لي اجي دوزي معايا اسبوع، صفت لي الفلوس ومشيت معاه، وهنا غادي يكون اكبر غلط درته في حياتي واللي ما يمكنش يتصلح. غادي يشد واحد البيت ديال صاحبه، مشيت لعنده وطحت في الغلط اللي ندمت عليه حياتي كامله لانه في هذه اللحظه ما بقيتش عازبه. رجعت لدارنا ومره مره كنتلاقاو بحال شي زوج مزوجين وانا غير خايفه اللي يتخلى عليا ونتشوه. دخلت انا وياه في معاناه غير كنتناقشوا كيقول لي سيري فحالك، وكنبقى كنبكي. من بعد واحد 3 سنين انا حبست من ديك المدرسه وجلست في دارنا مده، فبداو كيجوني الخطاب ودارنا كيضغطوا عليا باش انني نوافق على دوك الزواج حيت انا ذاك غادي ندير 22 سنه. انا كنضغط عليه انه يتزوج بيا ولكن هو كان كيتهرب. حتى لواحد النهار جا واحد السيد بغاني وانا ما بغيتوش، ضغطوا عليا في دارنا. هربت عند واحد خالتي وغادي نعيط على هاد الخليل ديالي وقلت ليه اذا ما جيتيش غادي نقبل باي واحد دق دارنا. مشى وما تسوقش وبكيت حتى عييت. من بعد اسبوع رجع وقال لي دارنا غادي يجي ويخطبوك. في الاخير صدق معايا ولد الناس، جا خطبني وكان هذاك اسعد نهار عندي. قلت الحمد لله حتى شي حد ما غادي يكتشف السر ديالي. دارنا ما بغاوش حيتاش خليت رجال بخدميهم والوظائف ديالهم كيف دايره وهو ما كانش خدام واحد الخدمه اللي كانت رسميه، زائد دارهم حتى هما غير في العروبيه، فما بغاوش مالين دارنا. وانا تحديت كل شيء باش انني نتزوج به لدرجه انهم ما خلاو ما داروا باش ما يكملش داك الزواج، وانا بقيت صابره وصامده حتى درت العرس وتزوجنا. وهما قالوا لي بلي انك غادي تحملي مسؤوليتك وما تجيش لعندنا تغضبي منه ولا تشكي منه ولا من امه، تحملي المسؤوليه نتاع القرار اللي خديتي وكيف ما كان هو ولا عائلته غادي تصبري عليهم. غادي نمشي لدارهم وداك الشهر الاول بقى معايا، من بعد مشى لخدمته
وانا ما تعودش على دارهم ولا حياتهم. انا جايه بقاعده ومو عندها قاعده واحده اخرى. في الاول بحال ما كانش باغاني كنت كنحس بها كتوسوس ليه، واخا كنت عطيها الثقار وكنسالي شقايا وكندخل بيتي نسد عليا، ولا مره كنت كنمشي عند ماما هي بقات عليه علاش ما كتاكلش معانا وغير ساده عليها وغير غاده عند امها وعلاش ما كتعطيناش حنا وقت. هي كانت فيها قاعده خايبه انها كترمي لي الهضره بزاف، ما كتجينيش نيشان، خاصها تبقى كدور باش تدوز لي واحد الرساله ديالها، وحتى شي حاجه ما كتعجبها اذا كنت درتها. المهم جيت لواحد العالم واحد اخر اللي فيه دازوش لا تفاصيل، لا داعي لانني نشاركهم لانه كلشي كيدوز منهم، وتعطلت انني ما نولدش، وبقى عليا راجلي خاصنا نولدو. داز 3 سنين ونص عاد غادي نحمل، وجاني الوحم صعيب، واضطريت انني ندوز المرحله كلها ديال الحمل ديالي عند ماما لانه ما كنتش كنوض من بلاصتي وغير ضيخه وما تناكلش وتنرجع. غادي نولد وهنا فين غادي توقف معايا حماتي؟ غادي توقف معايا واحد الوقفه اللي ما نساهاش ليها، تما فين حسيت بها بلي انا نسيت كلشي وحتى انا نسيت كلشي، وقفات معايا وعاونتني وكبرت بدارنا، ومن تما ولات عزيزه عليا وبحال حفظتها. ما بقيتش كنديها فيها لانه داكشي اللي دات معايا فولاتي شفع ليها على الماضي والحاضر والمستقبل. عرفت الخطوط الحمراء ديالها والطبيعه ديالها. دازت عام من الضغط، خصوصا مع خت راجلي اللي كانت في الاول صاحبتي ومن بعد كلبات عليا ولات شريره. دوزت سنه مليئه بالضغط وكل شيء عليا. راجلي غادي يترسم في خدمه مزيانه وجابني لعندو ودار ليا داري، والحمد لله انني اليوم تنعيش معاه مزيان. النقطه اللي مأزماني في حياتي هي انه كذبت على راجلي في الماضي ديالي، وكنخاف انني نعاود ليه اليوم ونبوح ليه بكل شيء ويعايرني، ولا كاع انه توصل العلاقه ديالنا للانفصال. هادشي عقدني في حياتي، وعقدتني ايضا النقطه اللي كنت كندير مع بابا، انه عند بالي كنتقم منه وكنت تنسرقه. ندمت لانه وانا صغيره كانوا كيتمارسوا عليا ضغوطات، لكن بابا اليوم هو تبدل بزاف ولا عزيز عليا وتهدان ولا حنين، داكشي باش يأنبني ضميري اليوم. وانا كنتمنى اللي يسمع القصه ديالي ينصحني شنو ندير في هذه الحاله، لانه هذه هي النقطه الوحيده اللي مخربقه لي عقلي اليوم. اما نصيحتي للبنات، وهي النصيحه اللي غادي نعطيها في الاخر ديال القصه ديالي، كنقول لكم وياكم بالصحابات، حتى مهما الظروف ومهما هاد الفيديوهات منتشرين في السوشيال ميديا كيهضروا على المعاناة الصحابات والغيرة الصحابات، كاينين واحد الفئة باقي البنات خصوصا المراهقين. هاد الميساج ديال المراهقات اللي كاين باقي عندهم داك كيكون دماغهم طايش وباقي كتقول انا صاحبتي اختي وما غاديش غدرني، وهي راه فات الزمان اختي اختك وكتغدر. كون عندي صاحبتي وليدي تكون في حدود، وعندي ما تدخلهاش في حياتي اكثر من القياس، ما نعاود ليهاش بزاف د الحوايج، حيتاش الغيره والحسد كتخلي بنادم ارجع وحش، خصوصا دوك الصحابات اللي كيكونوا حيه من تحت التيبان كيقولوا ليهم، كتكون هي صافي ضايعه وتمتع لك البراءه حتى تجرك الهاويه. اختي الثقه راه صعيبه في هذا الزمان، ما تثقيش غير في امك وفي باك اللي ولدوك، وحتى بعض مرات الاباء كتقولي ما نثقش والدي الاباء مهما طغاو عليك ومهما قسم عليك، فهما هادشي كامل خوف عليك بالمجتمع. ما كاينش بحال الاباء، ما كاينش بحال الوالدين. ما تكونيش ديك الفريسه ديال الشيطان اللي كيزين ليك ديك النظرة رخيصة، وديك ما كتلقيهاش مثلا عند والديك وكتقولي غادي نلقاها عند شي حد اخر. بالعكس هذاك راه غير مطمع للشيطان اللي كيجرك به الهاوية. كنتمنى قصتي تكون عبرة بزاف الناس، وكنتمنى تعطوني نصائح. انا الحمد لله كنحمد الله وكنشكره، صباح وعشية، حيتاش نقدني من واحد الوسط انا ما كنتش باغياه، وتلاحيت فيه بالطيش ديالو وبالسذاجه ديالي، كنت ساذجه اكثر من القياس، وتضحك عليا وتلاحيت في داك الوسط وانا ما كنتش باغياه، وربي كان عارفني ما كنتش باغياه، داكشي باش نقدني منه. الحمد لله داكشي باش ما بغيتش البنات يطيحوا في نفس الغلط ديالي. فكنصحكم البنات خصوصا المراهقات، عافاكم قراو البنات، وعافاكم ما تثقوش في الصحابات، وثقوا غير في والديكم اللي بغاو مصلحتكم. ما تثقوش في الصحابات وقراو وصلوا لواحد النيفو، ما تثقوش، ما تبقاش تبعوا المطامع ديال الدنيا واهواء، وداك كما كنقولوا لا خروج الطريق، وتجيك ديك المراهقه صعيبه وكتخرج الطريق. انا كنصحك وانا نحتاج دايزه من ديك التجربه، ما تطيحيش في داك الغلط، ما تطيحيش، قراي وصلي، حيت الصلاة كتنهى على الفحشاء والمنكر. الصلاة طريق ربي،
هو اللي غادي ينفعنا وهو اللي غادي يورينا شحال من حاجه بعيش ديك الطريق. هذه هي حكايتي. واخيرا هذه كانت هي حكايه ديال توبه، حكايه طويله. توبه شوفي ماشي اي حاجه وقعت لنا في حياتنا كنتوقفوا عندها، لا. داكشي اللي دات في الماضي ديالك مادام انك نادمه عليه وتبتي منه وكونتي حياتك ومستقره وربي يسترك، فلا داعي انك تجبديه وتفضحي راسك. الله اعلم واعلم من اش دستي. شوفي اليوم وشوفي غدا، نساي البارح. داكشي اللي كنتي كديري مع باك في نظري لانه جا من تراكمات وكيف قلتي من ضغوطات، وحيتاش ما عرفتيش كيفاش تعبري على الحاله ديالك اللي كانت عندك لداخل تصرفتي بديك الطريقه. داكشي باش صراحه خاصنا نعلموا وليداتنا انهم يحترموا الشعور ديالهم وما نقمعوهمش، واذا مثلا بكاو كنسولوهم علاش، شنو السبب، خصوصا اذا كانوا صغار كنشرحوا لهم الشعور اللي هما تيحسوا به انذاك، اذا كان معصب، اذا كان مقلق، اذا كان فرحان، باش يكبروا وهم عارفين ومصالحين مع الاحاسيس ديالهم والدوات ديالهم. اما رفقاء السوء ضروري اننا نردوا البال منهم ونختارهم بعنايه، لانهم يا اما تيهزوك يا اما تيدقوك الارض. هذه كانت حكايتنا الليله، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها، ضروري تستفدوا منها. وتعجبوني التعليق نتاع دوك البنات اللي عندهم 15 سنه الى ما اخره، دوك المراهقات اللي تيقولوا لي حال مؤخرا واحد المراهقه قالت لي راني استفدت منك بزاف وتنحس براسي بلي انني كبيره في عقلي بالحكايه اللي تتحكي، وهذا بحد ذاته شرف لي كبير، لانه بزاف اللي جاوبها، اكثر من 50 تعليق على البوست ديالها اللي تيقول بلي وانا كذلك. فيشرفني انني نشارك معكم هذه الحكايه وتستافدوا من العبر ديال الناس، حيت هذا هو الهدف. انا نعرفه بلي انه ماشي اي ضحكه راه كتكون صادقه، وماشي اي احبك راه فعلا احبك، وماشي كلمه انت كلشي في حياتي كتعني فعلا بلي انه انت كلشي في حياتي الا ون موراها شي حاجه. شكرا لكم وشكرا للناس اللي تيشاركوني الحكايه ديالهم، ودمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو ربما غدا ولا بعد غدا ما عرفتش. خليني نقول لكم سلام سلام.